السلام عليكم، انا اسمي عائشة الحمادي، عمري 16 سنة، اقيم بمجلس وجدة نزيلة في بيت النور. حلمي ان اصير طبيبة توليد لانقذ حياة الاطفال الصغار، واحلم اشتري امي باش كبيرة لاعيش فيها انا واخواتي. Hello, my name is Aisha Hamadi. I'm 16 years old. I want to be a doctor for help the sick people in the world, and for help my mother when she's sick.